بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاب مستمرين وياكم في سلسلة المحاضرات التي تقيمها أكاديمية الشبكات سيسكو العالمية في جامعة تكريت. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن OSPF فيرجن 3، وكذلك بالمحاضرة التي قبلها تحدثنا عن مفاهيم تخص السنجل اي دي او اس بي اف فيرجن 2، العفو فيرجن 2 البروتوكول الذي يعمل على. تحدثنا عن الراوتر اي دي، تحدثنا عن الاو اس بي اف برايورتي، تحدثنا عن الدي ار راوتر اللي هو ديزيجنيتد راوتر والباك اب ديزيجنيتد راوتر، كذلك تحدثنا عن الريفرنس باندويث، وكذلك تحدثنا عن الديفولت ريفرنس باندويث، وتحدثنا عن كيفية التحقق من الباندويث الانترفيس باندويث، والتحقق من القيم او ضبط الاو اس بي اي فيرجن 2. اليوم محاضرتنا راح تكون عن السنجل ايريا او اس بي اف فيرجن 3، يعني الاو اس بي اف الذي يعمل على الاي بي في 6. بالنسبة لبروتوكول الانترنت بروتوكول في 6 اللي هو ممكن أن ترجعون للمحاضرات ضمن قناتنا على اليوتيوب، وتطلعون على خلينا نقول حديثنا عن الاي بي في 6، كذلك ممكن أن تطلعون وتشوفون شنو المحاضرات اللي تخص الاي بي في 6، يعني مجرد مراجعة قبل دخول هذا الموضوع أو السكشن الثالث من الشابتر الثامن ضمن مادة السي سي ان اي راوتينج اند سويتشنج. هنا بداية الـ OSPF مقارنة بين الـ OSPF V2 والـ OSPF V3، يعني البروتوكول الـ OSPF اللي هو دايناميك راوتينج بروتوكول اللي يعمل على الـ IPv4 والذي يعمل على الـ IPv6. هنا يقول لي الـ OSPF V3 اللي هو خلي نقول الذي يعمل على الـ IPv6 هنا is used to exchange IPv6 prefix on pulled IPv4 routing table. إذن هو شنو؟ يستخدم لعمل exchange المن للـ IPv6 prefix وبناء الراوتينج تيبل. احنا كذلك تحدثنا بالمحاضرات السابقه ضمن السنجل ايريا او اس بي اف فيرجن 2، تحدثنا عن الثري تيبلز اللي يتكون منها شنو؟ يتكون منها ال او اللي يعني يتضمنها الاو اس بي اف بروتوكول. كنا هو يتضمن بالنسبه للفي 2 يتضمن النايبر تيبل كأول تيبل يبلش بعمليات، أول ما تم عمليات الإيجي سنسيز بتوين الراوترز راح يتكون عندي النايبر تيبل. بعدها يبدأ الـ LSA اللي هو اللينك ستيت ادفرتايزمنت، تبدأ يعني تتناقل بين الراوترز ضمن الشبكة، وكل راوتر راح يمتلك الـ LSA لبقية الراوترات ضمن قاعدة بيانات تسمى بالـ Link State Database اللي هي نفسها الـ Topology Table. وبعدها من الـ Topology Table قلنا تشتغل عندي الـ Algorithm اللي هي الـ Dijkstra Algorithm في سبيل استخراج الـ SPF اللي هي Algorithm استخراج الـ SPF Tree، والراوتر اللي شغل الـ Dijkstra على الداتابيس مالته اللينك ستيت داتابيس، هذا يعتبر شنو؟ هو روت لهذه الاس بي اف 3، ومن خلال الاس بي اف 3 يتم استخراج شنو؟ يتم استخراج الراوتينج تيبل الجدول الذي يحتوي على المسارات الافضل، الذي يحتوي على المسارات الافضل، المسارات التي تكون باقل كلفه في الوصول أو للوصول إلى الديستنيشن. هنا بالنسبة للـ IPv6
أو الـ OSPF الذي يعمل على الـ IPv6 كذلك يتضمن 3 tables. إذن كذلك هو شنو؟ هو يتضمن ثلاث أنواع من شنو؟ ثلاث أنواع من التيبلز اللي هي النايبر تيبلز والتوبولوجي تيبل والراوتينج تيبل. والراوتينج تيبل إذن الـ OSPF version 3 يبني، هو يقوم ببناء هذه الـ 3 OSPF tables. لو نجي نلاحظ ضمن هذا الشكل اللي موضح أمامكم، تلاحظون عندي الراوتر 1 والراوتر 2 هنا كمقارنة بين الـ IP أو الـ OSPF version 2 والـ OSPF version 3 الذي يعمل على الـ IPv4 والذي يعمل على الـ IPv6. إذا تلاحظون أنه نفس ما موجود عندي بالـ IPv4 الـ 3 tables هي نفسها راح تتكون لي على الراوتر، هذا على الراوتر 1 هي نفسها كذلك تتكون لي بحالة أنه كان التعامل مع الـ ISPF version شنو؟ version 3 اللي هي كذلك النايبر والتوبولوجي والراوتينج تيبل. هذه بالنسبة لإيش؟ للراوتر 1. كذلك الحال بالنسبة للراوتر شنو؟ كذلك الحال بالنسبة للراوتر 2. العفو، كذلك الحال بالنسبة للراوتر 2 من حيث الـ ISPF version 2 ومن حيث الـ ISPF version 3. واضح طلاب؟ إذن هذه كشنو؟ كمقارنة بسيطة بين الـ ISPF version، خلينا نقول الـ ISPF version 2 وكذلك الـ ISPF version 3. ضمن هذه المقارنة اللي بين الـ ISPF version 2 والـ ISPF version 3 عندنا الـ similarities between الـ ISPF version 2 والـ ISPF version 3، يعني أوجه التشابه بين هذين البروتوكولين اللي هم الذي يعمل على الـ IPv4 والذي يعمل على الـ IPv6. إذا تلاحظون من جهة اللينك ستيت اللي هي تعتبر فيتشر اللي هي اللينك ستيت، تلاحظون انه كلاهما both are this type of routing protocol. واضح؟ اذا كلا ال خلينا نقول الاصدارين اللي هو الفيرجن 2 والفيرجن 3 هما ايش؟ are this type of routing protocol، هما ينتميان الى routing protocol او dynamic routing protocol. ضمن شنو؟ ضمن اللينك ستيت. مثل ما تعرفون الدايناميك راوتينج بروتوكول تقسم الى الانترر جيت واي بروتوكول والاكسترر جيت واي بروتوكول. ضمن الانترر جيت واي بروتوكول عندنا الديستنس فاكتور راوتينج بروتوكول وعندنا اللينك ستيت راوتينج بروتوكول. الاو اس بي اف هو يندرج تحت هذا النوع اللي هو اللينك ستيت راوتينج بروتوكول. واضح طلاب؟ اما من جهه الراوتينج الجوريثم فكلا الاصدارين يعملان على الـ SPF algorithm أو الـ algorithm اللي هي shortest شنو؟ path first. shortest path first. إذن كلا إيش الراوت الإصدارين اللي هو الـ version 2 والـ version 3 يعملان على هذه الـ algorithm في عملية احتساب الـ best path من إيش؟ من الـ LSDB الـ LSDB العفو table. الماتريك هنا لكلا الاصدارين الماتريك هو الكوست الكلفة، ومثل ما تعرفون عندنا معادلة بالنسبة للفيرجن 2، المعادلة هي شنو؟ هي الديفولت ريفرنس باندويث اللي هي كديفولت من سيسكو 100 ميجا بت بير سكند، تقسم على شنو؟ تقسم على الانترفيس اللي موجودة او الباندويث اللي موجودة للانترفيس، طبعا بعد تحويلها الى بت بير سكند. واضح؟ اذا كلا الاصدارين الفيرجن 2 والفيرجن 3 هما يعملان من خلال شنو؟ من خلال استخدام الكوست اللي هي القيمه الاقل في الاحتساب في احتساب المسار الافضل، ودائما تكون هذه القيمه بعد قيمه الاي دي اللي هي الادمنستريتف ديستانس
اللي ضمن الراوتينج تيبل او ضمن الباث اللي يتم تعليمه دايناميكلي باستخدام الـ ISPF بروتوكول. هنا بالنسبة للإيريا، الإيريا مثل ما تعرفون كلاهما يستخدم ويدعم التو ليفل هيراركي وذ إيرياز كونكتينج تو إيريا زيرو، يعني كلا الإصدارين يعملان على الريجولار إيريا أو باك بون إيريا أو ما يسمى بالترانسيت إيريا وال خلينا نقول الريجولار إيريا. الريجولار إيريا إحنا عندنا تو تايبس للإيريا، الباك بون إيريا أو ما تسمى بالترانسيت إيريا يعني مساحة العبور نقدر نسميها، أو الباك بون اللي هو يعتبر المين خلينا نقول باث لبقية الشبكات، و الريجولار إيريا. واضح؟ إذن كلا الإصدارين يعملان على إيش؟ يعملان على هذين النوعين اللي هما الباك بون إيريا والريجولار إيريا، وكلها تتصل بشنو؟ كلها طبعاً هاي الديفرنت إيريا أو المالتي إيريا، بحالة إنه أنا أسوي لها كرييت كلها لازم تعبر أو تتصل من خلال شنو؟ من خلال الديفرنت إيريا لازم تكون الباك بون إلها أو التواصل إلها من خلال الإيريا زيرو. أما الباكت تايب، الباكت تايب كلاهما يستخدم نفس الهلو رسالة الترحيب والديتابيس ديسكريبشن واللينك ستيت ريكويست واللينك ستيت أبديت واللينك ستيت أكنولوجمنت باكيتس، يعني الفيرجن 2 والفيرجن 3 يعملان على هذه الإش الخمس أنواع من الباكت تايبس. مثل ما تعرفون عملية بلش عملية الـ ISPF Operational State يعني تبلش بالهلاو وبعدها تبلش على اختصار طبعاً الـ LSA تنتقل، وكذلك بالـ Two-Way يتم انتخاب الـ DR والـ BDR Router، وقلنا الـ DR هو الـ Router is the Router with the highest ISPF Priority أو Router ID. واضح؟ وبعدها تبلش عمليات شنو؟ بعمليات لحد ما يصل إلى مرحلة الإكستشينز. بهذه المرحلة إذا احتاج الراوتر المستلم إذا احتاج بيانات أكثر يعني additional information راح يرسل الـ LSR كريكويست كطلب يرسل، وبعدها أنه يستجيب الراوتر المستلم لهذه الباكيت ويستجيب من خلال الـ RSU ويتم تثبيت الـ الاستلام برسالة الـ LSA أو الـ Link State Acknowledgement. الـ NIPAR Discovery هي Transition through the same states باستخدام الـ Hello Packets. إذن هو يعني يتم انتقالها إلى الحالة الـ States اللي ذكرناها باستخدام الـ Hello Packets. الـ DR والـ PDR اللي هما خلينا نقول يعني اختيار، يكون اختيار الـ DR هو Designated Router، الراوتر الأساسي نقدر نقول عليه، في سبيل أنه ليش يتم إحنا اختيار الـ DR ضمن الشبكة؟ ليش يتم اختيار؟ هو تقليل الـ Egesensees. فلما الـ LSA تجي على الراوتر راح ترسل بداية، ما راح ترسل على كل الراوترات، لا ترسل فقط على الـ DR Router. واضح؟ والـ DR Router من خلال المالتيكاست طبعاً 224.0.0.6، وبعدها شنو؟ وبعدها أنه الـ DR يسوي shared لهذه الـ LSA البقية النايبرز البقية الراوترات المحيطة بي، وإيش من خلال يستخدم الـ IP 224.0.0.5. إذن الـ function and election process is the same، الوظيفة والاختيار هي نفسها بالنسبة للـ DR والـ Backup DR. تعرفون أنه بحالة أنه صار عندي shutdown للـ DR أكيد راح ينوب عنا الـ BDR. أما الـ Router ID كلاهما يستخدم 32 bits Router ID تحدد بنفس العملية. تعرفون الـ Router ID، الـ Router ID يعني هي تتكون من 32 بت
في الكلى على الاي بي على البروتوكول الذي يعمل على الاي بي في 4 وكذلك على البروتوكول الذي يعمل على الاي بي في 6. وسيم بروسيس هي المقصود بها انه اذا ما احنا سوينا كونفيجريشن للراوتر اي دي راح شو يسوي الراوتر اي دي؟ راح الدي ار يتم اختياره بناء على الهايست شنو اللوب باج انترفيس على الراوتر او الهايست اكتف فيزيكال انترفيس على الراوتر. فهذه اوجه شنو اوجه التشابه بين الاو اس بي اف الذي يعمل على الاي بي في 4 والاو اس بي اف الذي يعمل على الاي بي في 6. اما اوجه الاختلاف يعني بين الراوتر اللي هو العفو بين البروتوكول الذي يعمل او اس بي اف فيرجن 2 والاو اس بي اف فيرجن 3، اوجه الاختلاف differences between OSPF version 2 and OSPF version 3. فأكيد الادفيرتايزمنتس بالنسبة للفي 2 من خلال الاي بي في 4 نتوركس الادفيرتايزمنت. كيف الادفيرتايزمنت؟ تعرفون انه احنا لما نجي نسوي config للاي بي خلينا نقول config للOSPF في 2 شو نسوي؟ نكتب ضمن الجلوبال مود نكتب راوتر او اس بي اف شنو ونكتب البروسيس اي دي البروسيس اي دي وبعدها نجي نخلي النيتورك اللي هي دايركتلي كونكتد مع الراوتر النيتوركس دايركتلي كونكتد هذه نخلي النيتوركس ونخلي الوايلد كارد ماسك ونخلي بعدها شنو نخلي الايريا نخلي الايريا الاي بي المستخدم هنا بالنيتوركس هو اي بي في 4 هو اللي يقوم بعمليات شنو الادفيرتايزمنت. اما الاو اس بي اف الاو اس بي اف فيرجن 3 هنا يختلف عن ايش؟ يختلف عن الاو اس بي اف فيرجن 2 نقدر نقول عليه. ليش؟ لان يستخدم الاي بي في 6 بريفكسز البريفكس مالته يستخدم وراح نجي نشوف يعني هو راح يستخدم اصلا راح يستخدم اللينك ستيت اللينك لوكال العفو اللينك لوكال ادريس نوع من انواع الاي بي في 6 راح نطلع على انواع الاي بي في 6 يعني فقط انه انواعها في سبيل تتذكروها طلاب كمراجعه كذلك هنا السورس ادريس السورس ادريس كفيتشرز اللي يتميز بها الفي 2 عن الفي 3 هنا يستخدم الاي بي في 4 سورس ادريس هنا يستخدم الاي بي في 6 link local address اللينك لوكال ادريس واضح هنا يستخدم الاي بي اللي موجود عنده كسورس ادريس لا هنا يستخدم اللينك لوكال ادريس لو نجي نشوف الدايجرام شنو اللينك لوكال من اي نوع هذا اللينك لوكال هسه راح نجي نشوف مثل ما تلاحظون هنا يا طلاب هذه محاضره يعني ممكن انت تطلعون عليها اتصور موجوده على اليوتيوب على القناه واضح المحاضره فهنا لما نجي على انواع كدايجرام لانواع الاي بي في 6 ادريسنج عندي يونيكاست وعندي مالتي كاست وعندي اني كاست قلنا بالاي بي في 6 تم يعني لا يوجد عندي برودكاست لا يوجد عندي بالاي بي في 6 برودكاست عندي اني كاست وكذلك النات بروتوكول يعني تم الاستغناء عليه ليش لان ما موجود عندي لا برايفت اي بي ولا بابليك اي بي بالاي بي شنو بالاي بي في 6 يعني وكذلك امور اخرى يعني ممكن ان تراجعون المحاضرات وتعرفوها بالنسبه للاي بي الفيتشرز المميزات اللي اضيفت الى الاي بي في 6 اذا عندي يونيكاست ومالتيكاست وانيكاست المالتيكاست يقسم الى قسمين مثل ما تشوفون هنا من خلال البريفكس هاي 8 وهذه 104 اللي هاي الاسايند والسوليسيتد نود الاسايند والسوليسيتد نود اما اليونيكاست يقسم الى الجلوبال يونيكاست الجي يو اي يسموه جي يو اي يعني جلوبال يونيكاست ادريس اللي يبلش دائما تبلش اي اي بي في 6 يبلش ب 2000 2001 المهم بالثين يبلش هذا يعتبر شنو جي يو اي يعني شلون عندنا البابليك شلون عندنا احنا البوبليك اللي راح تاخذها الاجهزه بعمليات شنو التواصل
والارتباط على الشبكة العنكبوتية أو على الانترنت سيرفيس بروفايدر. هذا الرينج مالته وهذا البريفكس مالته الاي دي هنا، اللينك لوكال هذا المقصود به. الاي اي دي يبلش كبداية كاي دي مالته اف اي 80، وهذا الرينج مالته من الاف اي 80 الى اف اي بي اف. هذا الرينج هذا يعتبر لينك لوكال. لينك لوكال طبعا البريفكس للاي دي هو 10، وبعدها انه ممكن انه انت تضيف عليه يعني اول 64 بت تكون من الاي بي في 6، تعرفون هو 128 بت، فاول 64 وال 64 الاخرى اما تحسب بالاي يو اي راح نجي نشوفها 64 او راندوملي، يعني تو واي بعمليه شنو، بعمليه حساب البارت 2 بالنسبه لللينك لوك. واضح. وعندنا اللوب باج اند سو اون. هذه شنو، هذه الانواع اللي بالنسبه للاي بي في 6. مثل ما تشوفون احنا اللي يهمنا حاليا المالتي كاست والجلوبال يونيكاست واللينك لوكر. اذا هذا الاي بي يعتبر شنو، لما اجي اشوف اي بي اف اي 80 اقول عليه لينك لوكال ادريس، اقول عليه شنو، اقول عليه لينك لوكال ادريس. ولما يجي عندي اي بي بدايته 2000 اقول عليه شنو، جلوبال يونيكاست، اقول عليه شنو، جلوبال يونيكاست. واضح طلاب؟ واما المالتي كاست فتبلش دائما اف 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 الاي دي والبريفكس مالته 8، اف اف هناي صفر وهنا الفلاج مالته. هذه بالنسبه طلاب لي يعني نظره عن انواع الاي بي في 6 ادريسنج. فهناي اذا هو يستخدم شنو، يستخدم اللينك لوكال ادريس اللي هو يعتبر من انواع الايش، اليونيكاست، من انواع اليونيكاست اللينك لوكال. والاي دي مالته كبدايه مالته اف اي 80 تكون. واضح. بالنسبه للديستنيشن ادريس، الديستنيشن ادريس هنا الاي بي الاو اس بي اف الذي يعمل على الاي بي في 4 يستخدم اما يتم اختيار النايبر اي بي في 4 يونيكاست ادريس، نايبر اي بي في 4 يونيكاست ادريس، او يستخدم هذا الاي بي المالتي كاست اللي هو M224.005 لكل الـ OSPF routers يعني كمالتيكاست ادريسز. قلنا هذا هو اللي يستخدم الـ DR بعملية نسخ الـ LSA اللي يعني اللي تأتي للـ DR من خلال الـ IP224.006. واضح. وهذه يعني هذا الـ IP الادريس هو اللي قلنا للـ DR والبي دي ار مالتي كاست ادريس، يعني ال اس اي تيجي لل دي ار والبي دي ار من خلال هذا الاي بي، من خلال هذا الاي بي. وال اس اي هي شنو، تمتلك معلومات عن الراوتر، مجموعه ال اس اي يعني لو كان عندي اني 3 راوترات لازم الراوتر واحد يمتلك ال اس اي مالته وال اس اي مال الراوتر 2 وال اس اي مال الراوتر 3. اللينك ال اس اي يعني اللينك ستيت advertisement. واضح. يمتلكها في سبيل انه تتكون عندي الـ LS اللينك ستيت، العفو الـ LSA اللي هي اللينك ستيت advertisement، حتى يتكون عندي اللينك ستيت database اللي هي متمثلة بالتوبولوجي تيبل. الـ advertise network هنا كونفيجا باستخدام الـ network router configuration mode، يعني الادفيرتايز نتورك، يعني احنا لما نسوي كونفيج على الجلوبال، على الجلوبال مود لما نكتب راوتر او اس بي اف ونخلي البروسيس اي دي نضيف النتوركس اللي هي دايركتلي كونكتد. هنا نستخدم بالفيرجن 2 نستخدم هذا الادريس. هذا شنو، هذا العفو هذا الكومنتس النتورك حتى نضيف الدايركتلي. واضح. والوايلد كارد ونضيف الايريا. هنا لا كونفيجر باستخدام هذا الامر، فقط امر واحد IPv6 OSPF Process ID وتضاف الإيريا مباشرة. الإيريا على وين؟ على الانترفيس Configuration Command. واضح؟ Interface Configuration Command. إذن هنا إيش؟ مباشرة تضاف بعد Process ID، بعد Process ID تضاف الإيريا. واضح؟ هنا بالنسبة لل IP Unicast Routing هنا يستخدم ال IPv4 بال Unicast Routing لازم يفعل باي ديفولت اصلا. اما الاي بي في 6 حتى الراوتر يستجيب للاي بي في 6 لازم يتم استخدام هذا الامر
IPv6 Unicast Routing. لازم احنا نفعل هذا الامر لما نيجي نسوي اساين لل IPv6 على الانترفيسز اللي موجوده ضمن النتورك. اذا ال IPv6 Unicast Forwarding is not enabled by default, مو same ال IPv4, لا انا لازم اسوي له enabled باستخدام هذا الامر. واضح اللي هو global configuration command to enable على global configuration يعني بعده الconfig t. واضح. بالنسبة للأثنتيكيشن هنا يستخدم إما يكون يعني plain text أو يستخدم هذه الألغوريثم MD5 أو هنا يستخدم لا يستخدم الـ IPv6 authentication. طبعاً الـ IPv6 أكثر security من الـ IPv4 رغم أنه يعني بعض يعني أكو بعض الفرضيات أو بعض النقاشات حول بروتوكول النات باعتبار أن البروتوكول النات يعني يوفر لي نوع من النوع من السكيورتي وهي اخفاء دائما يخفي المستخدمين اللي هم ضمن البرايفت دائما يكونون مخفيين. انتم تعرفون انه يعني الاي بي اللي موجود ضمن البرايفت مو نفس اللي هو يروح على الجلوبال على الديستنيشن. فهذه يعتبروها ميزه باعتبار النات هو فقط انه اللي يمتلك او يقدر يعرف شنو من هو السورس. فهذه يعتبروها شنو يعتبروها ميزة مقارنة بالآي بي في 6. لكن الأورجنايزيشن اللي هي المسؤولة عن هذا الشيء لا ترى إيش أي ميزة للنات بروتوكول. هذه أوجه شنو أوجه الاختلاف بين يعني بين الأصدارين. هنا ضمن الـ OSPF version 2 والـ OSPF version 3 عندي link local addresses. link local شنو addresses. احنا تحدثنا قبل قليل عن انواع الـ IPv6 قلنا اكو يونيكاست. ضمن اليونيكاست قلنا اكو الـ GUA اللي هو Global Unicast Address وعندنا الـ Link Local اللي هو يكون دائما الـ IP مالته يعني الـ IP مالته FE 80 يبلش FE 80 والprefix مالته 10 الprefix مالته 10. فهنا يقول لي an IPv6 link local address enables a device. هو شنو ينفعل الديفايز يتفعل على الديفايز to communicate with the other IPv6 enabled device حتى يتمك يتفاعل. يعني هو فقط يعني ضمن شنو فقط يكون ضمن ال يعني نقدر نقول عليه ضمن ال ضمن اللينك. يعني عمليات الكوميونيكيشن تكون لي ضمن اللينك. يعني أنا ما يحدث عندي ريتشابل إله يعني مو بابليك هو. واضح. إذن an IPv6 link local address enables يمكن للديفايس to communicate with the other IPv6 enabled device على same link and only on that link. يعني هو فقط ضمن هذه اللينك أو ضمن هذه السابنيت وما يعتبر من البروتوكولات اللي يعني يعني سيم ال جي يو اي بروتوكول جي يو اي تايب اللي هو يعني جلوبال يونيكاست ادريس. الباكيت with the source or destination link local address cannot be routed beyond the link from where the packet شنو originated. ما ممكن الباكيت وهذه شرحناها واضح سواء الباكيت مع السورس او الديستنيشن لللينك لوكال ادريسز يعني cannot be routed واضح عبر اللينك من الـ يعني من ال where the packet originated الباكيت اللي تم انشائها او الباكيت التي انشاتها او الجهاز الذي انشاها. واضح. إذن هذه ملاحظة لازم تأخذ بنظر الاعتبار. كذلك الـ IPv6 link local address are used to exchange الـ OSPF v3 messages. واضح. إذن هو الـ IP هو اللي من خلال إذن من خلال الـ IPv6 link local من خلال هذا النوع من الـ IPv6 هذا النوع هو من خلاله يتم شنو تبادل الرسائل
يعني مو من خلال الجي يو اي الجلوبال يونيكاست ادريس اللي هو قلنا يبلش ب 2000 بالهكسا 2000 يعني يسمونه. كل بارت هو يتكون من يعني 8 أجزاء، كل جزء كان الاي بي في 4 يتكون من 4 أجزاء، كل جزء يسمى اوكتت، هنا يتكون من 8 أجزاء، كل جزء يسمى هكستت، كل جزء يسمى شنو هكستت. فاللينك لوكال ادريس هو الذي يستخدم، مو الجي يو اي ادريس او الجلوبال يونيكاست ادريس بعمليات الاو اس بي اف مسجز. فمثل ما تشوفون هنا بالنسبه للراوتر 1 تلاحظون تم بناء الثري تيبلز، يتم بناءها على الراوتر 1 وكذلك يتم بناء هذه الثري تيبلز على الراوتر 2. وهنا تعمل عندي الاس بي اف الجوريثم، هنا تعمل اس بي اف تعمل على هذا على هذا التيبل وتستخرج لي شنو، وتستخرج لي هذا التيبل، تستخرج لي اذا تعمل على هذا التيبل وتستخرج يعني وين تعمل، هناي تعمل هذه تعمل على التوبولوجي تيبل من اجل استخراج الراوتينج تيبل. واضح هذا هو نفسه ال ال هو نفسه شنو نفسه ال 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 اس ال اس لينك ستيت دي بي لينك ستيت. واضح يعني اعذروني على هالخط بس يعني احسن من الماكو. هناي نجي نمسح هذا. link state LD واضح link state database. اذا ها هي نفسها، هذا التوبولوجي تيبل هو نفسه هذا اللي يتكون من كل شنو، يحتوي على كل ال LSA للشبكة، هذا التيبل. مثل ما تشوفون هنا السورس ادريس راح يكون ال IPv6 link local address، ال IPv6 اللي هو دائما بدايته تكون بيا شكل الـ IPv6 Link Local FE80 أي IPv6 يجي بهذه البداية قول عليه شنو؟ قول عليه Link Local. وأي IP يجيك بدايته 2000 2001 يعني حسب الرانج اللي ذكرناه يعني هيج، قول عليه GUA اللي هو نفسه هذا اللي راح يمر global like a public in IPv4 هذه same. هنا destination لا، إما يكون هذا destination، تلاحظون إما يكون هذا اللي هو يستخدم، إذا تلاحظون المالتيكاست لما شرحنا أنواع IPv6 قلنا unicast ومالتيكاست، الassigned عندنا وشنوه solicited node، solicited هذه اللي هي إما يكون هذا أو يكون هذا. واضح FF يعني 0.2 أي بروتوكول أي IP يبلش بالFF قول عليه مالتي كاست، قول عليه مالتي كاست. واضح هنا FF 0.2 هذا يعتبر أو الـ IPv6 link local address أو يستخدم الـ IPv6 link local address. واضح هنا لو نرجع هنا أوكي هنا ما شرحنا أتصور هذا، هنا قلنا ما شرحنا هذا الشايز، قلنا هذا نايبر اي بي في 6 اما يستخدم النايبر اي بي في 6 لينك لوكال ادريس او يستخدم الاف اف 02 اللي هو 5 لكل الراوترز مالتي كاست ادريس. وهذا الاي بي الفي 6 هذا الاف اف يعني 026 هذا يستخدم للدي ار والبي دي ار مالتي كاست ادريس. واضح هذه حتى ما تفوتنا. هنا عملية ضمن الـ Configuring OSPF V3 كيف أنه نسوي Configuring للـ OSPF Version 3. واضح؟ هنا الـ OSPF V3 Network Topology مثل ما تشوفون هنا هذه الشبكة، هذه الشبكة تتكون من 3 راوترات، الراوتر الأول يحتوي على يعني 3 شبكات كلها تم تفعيل الـ IPv6 على الانترفيسز مالتها، هذه يحتوي على 3 كذلك شبكات وكذلك هذه يحتوي على 3 شبكات يعني مجموع الشبكات اللي موجودة عندي هي
تسع شبكات، واضح؟ تسع شبكات. طبعا هو بالحقيقة كآي بي، لا هذا واحد، هذا اثنين، وهاي ثلاثة، واضح؟ وهاي أربعة، وهاي خمسة، وهاي ستة كآي بي، لأن هذا الانترفيس، وهذا الانترفيس على شبكة، هاي الانترفيس وهذا الانترفيس تكون على شبكة. إذن في شور هنا يقول لي تأكد من إيش؟ من إنه أنت سويت أساين للآي بي في 6 راوتينج، للآي بي في 6 راوتينج، يعني يقصد إنه سويت أساين للآي بي في 6 على الانترفيسز قبل أن تسوي كونفيجرينج للأو إس بي إف فيرجن 3. تأكد من إنه أنت ضفت الآي بيات على الانترفيسز، يعني إيش؟ يعني هذه الانترفيس أخذت آي بي، وهذا الانترفيس أخذ، وكذلك الحال بقية الانترفيسز اللي موجودة على الراوترات. And assign IPv6 addressing to interface قبل تفعيل الـ OSPF version 3. وهنا يشرح لي، يقول لي مثل ما تذكرون احنا لازم لما نريد نفعل الـ GUA protocol، الـ GUA type، الـ Global Unicast Address، اللي هو نوع من أنواع الـ IPv6 اللي هو أشبه بالـ Public IP ضمن الـ Public IP بالـ IPv4، يعني هو مشابه، اللي هو راح يكون جلوبال، هو اللي هو راح يكون جلوبال على الشبكة، اللي هو راح يكون للأجهزة تكون أساين لهذا النوع من شنو، يكون لها أساين من هذا النوع من شنو، من الآي بي. إذن أولاً أنا أسوي له إنيبل، لأن هو ما يكون مفعل باي ديفولت، لازم أنا أجي أسوي آي بي في 6 يونيكاست راوتينج، إذا ما فعلته ما راح يقبل الآي بي في 6 الجي يو أي. هنا نجي على الانترفيس، هذه أول انترفيس للراوتر 1، هنا ينطيني نموذج لهذه الشبكة كيف أنه أضيف أفعل عليها هذا الآي بي. إذا تلاحظون هنا كتب انترفيس جيجابيت إيثرنت 00، هنا وصف لي، هذا أمر للوصف، يقول لي ديسكريبشن راوتر 1 لان، حتى لما تيجي تسوي لها شو كونفيج رانك شو كونفيج، يعني تشوف هذه شنو المقصود، هذا الآي بي وين، يعني وين مرتبط على الراوتر 1 لان، اللي هي هذه لان عندنا، هذه شبكة لان، هذه شبكة 1، واضح؟ خلينا نستخدم هذا الأمر IPv6 address ونضيف هذا الIP. تلاحظون أنه هذا الIP 1 هنا، هذا IP شبكة، فهنا يأخذ 1، هنا يأخذ 1، والprefix مالته 64، ونكتب no shutdown. كذلك الحال للإنترفيس اللي هي متمثلة بال 000، هذه الانترفيس، هذه هي تعتبر شو اسمه، تعتبر كلوك رايت، فاخذت الكلوك رايت 128000 كلوك رايت. الكلوك رايت مقصود انه عمليه يعني المانج او الكنترول يتم من خلال هذا الجزء، مو تعرفون هو شبكه وحده، يتم يعني هنا الاي بي مالها الواحد والاي بي 2 على هذه الجهه وعلى هذه الجهه، على هذا اللي هو على هذا الانترفيس اللي على الراوتر 1، وعلى هذا الانترفيس على الراوتر 2. فهنا اي خلينا نقول انترفيس تكون هي الكنترول، فمن خلال اي وحده تمتلك على هذا الامر او فعلنا عليه هذا الامر الكلوك رايت. طبعا كيف انه نقدر نتحقق، نخلي المؤشر قلنا وتظهر مثل الساعه، هنا علامه مثل الساعه، فهذا يبين لي شنو، يبين لي بان هذا الجزء او هذا الطرف هو كلوك رايت، فاضيف له كلوك رايت 128000، اقول له نو شت داون. كذلك الحال بالنسبه، طبعا هنا سويت له ديسكريبشن لينك تو راوتر 2، وكذلك الحال بالنسبه لل 001، هذه الانترفيس سويت لها ديسكريبشن لينك للراوتر 3، وكذلك ضفنا الاي بي مالتها اللي هو ينتهي اللي اي، طبعا هو متشابه اي 003، هنايا اي 001، هنا يمكن الديفرنت هو، وكذلك هنايا از اي 002، واضح؟ فهنا يضفنا هذا الاي بي، وكذلك سوينا له خلينا نقول نو شوت داون، يعني مو نفس ما موجود بالاي بي في 4 نضيف سابنت، لا هنا بريفكس، ممكن نضيف بريفكس مباشر. اذا احنا قبل لا نسوي تفعيل الاو اس بي اف، هو اكيد لازم احنا نسوي انيبل، نسوي اساين للاي بي في 6 على الانترفيسز للراوترات اللي موجوده على الشبكه، والا كيف الاو اس بي اف راح يحمل الدايركتلي كونكتد، اللي راح يحمل الراوتينج تيبل اللي هي الدايركتلي كونكتد راوتينج تيبل، ويروح به على بقيه الراوترز او النايفرز على الشبكه. فلازم تكون عندي اصلا هي تم تفعيلها على الشبكه، هذه كلها تعمل على الاريا 0، واضح؟ راح نجي نشوف.
يعني بالكونفيجريشن للاو اس بي اف فيرجن 3. هنايا ضمن الكونفيجرنج للاو اس بي اف فيرجن 3 عندنا مستمرين بالاو اس بي اف فيرجن 3 نتورك توبولوجي. نتورك توبولوجي كيف انه نسوي عمليه كونفيجريشن للاو اس بي اف فيرجن 3؟ واحنا قلنا بعد ما سوينا اساين للاي بي في 6 على الانترفيسز عندنا مجموعه من الخطوات ستيبس تو كونفيجر او اس بي اف فيرجن 3. عندي مجموعه من الخطوات، واضح. الخطوه الاولى هي تمكين او تفعيل الاي بي في 6 يونيكاست راوتينج على الجلوبال كونفيجريشن. يعني بعد ما نكتب كونفيج تي نكتب هذا الامر على الجلوبال، في سبيل انه شنو؟ في سبيل انه يستجيب الراوتر للاي بي في 6 لان هو ما مفعل باي ديفولت، يعني ما مفعل باي ديفولت. هنا عندنا خطوه اوبشنال نسوي شنو؟ كونفيجر لللينك لوكال ادريسز. يعني اللينك لوكال انت تسوي له كونفيجر، يعني اف اي مثلا تكتب اف اي 80 نقطتين نقطتين تكتب واحد، والراوتر الثاني تكتب اثنين، يعني اف اي 80 نقطتين نقطتين اثنين اند سو، يعني انت تسوي له اساين. هذه اوبشنال، والا هو اوتوماتيك يتم شنو؟ كرييت مالته اوتوماتيك يتم انشائه. كونفيجر ال 32 بت راوتر اي دي، سوي كونفيجر للراوتر اي دي على الاي اس بي اف فيرجن 3. كيف الاي اس بي اف فيرجن 3؟ يعني انت تدخل على الراوتر تكتب يعني كونفيج تي بعدها راوتر اي اس بي اف والبروسيس اي دي وتخلي الايريا مالته، بعدها لمن يدخل على الراوتر كونفيجريشن مود تكتب الراوتر اي دي، انت تضيف عاد الاي دي للراوتر. هنا يسوي كونفيجريشن كونفيج اوبشنال راوتينج سبيسيفيكس مثل ال ادجاستنج للريفرنس باندويث. مثلا هنا يقول لك هذا هم عمليه اختياريه، يعني انه تضبط الريفرنس باندويث. الريفرنس باندويث مثل ما تعرفون اخذناها بالمحاضره السابقه، اذا كانت باي ديفولت هي 100 ميجا وبال100 ميجا بت بير سكند راح تتساوى عند الانترفيس اللي هي 10 جيجا بت بير سكند وال1 جيجا بت بير سكند وال100 ميجا بت بير سكند. وبهاي الحالة إذا كانت يعني كلهم same cost، بهاي الحالة إنه ممكن إنه يحدث عندي شنو؟ select للانترفيس اللي هي 100 ميجا، ممكن يحدث لها select وممكن أن تترك العشرة جيج، واضح؟ ممكن أن تترك العشرة جيج، وهذه مشكلة. ليش؟ لأن راح يصير ويست عالي عندي أو هدر أو خطأ باستخدام الموارد اللي موجودة على الشبكة. هنا كذلك عندنا optional، يعني يسموها path optimum. Configure the OSPF interface specific setting such as setting the interface bandwidth على serial link. نحدد كذلك الinterface bandwidth، واضح؟ كذلك الinterface bandwidth هذه ممكن يعني، وهذه أخذناها بالمحاضرة السابقة، عملية ضبط أخذناها بداية المحاضرة السابقة. ونسوي enable the OSPF version 3 routing and interface على الinterface configuration mode. على الinterface configuration mode كيف انه نسوي له؟ نسوي له من خلال IPv6 OSPF area ونحدد الاريا اللي موجوده، واضح؟ اذا هذه هي شنو؟ هذه هي الخطوات اللي ممكن ان نستخدمها بعمليه شنو؟ بعمليه الكونفيجر لل OSPF version 3 اللي هو البروتوكول الذي يعمل على ال IPv6. طلاب هذه يعني المواضيع اللي شرحناها هي كل ما تتضمنها محاضرة اليوم. إن شاء الله نكمل بقية السكشن أو بقية المواضيع في المحاضرات القادمة. إذا عندكم أي سؤال طلاب ممكن تسألون.